زيد كاين ان اوتر موديل ابارمون. تمكنت مصالح الجمارك بسكيكدا في إطار تأدية مهامها من إحباط محاولة إدخال بطريقة غير شرعية كمية معتبرة للعطور ومواد تجميل والمتمثلة في ثلاث حاويات. الأمر يتعلق بتصريح كاذب، حيث أن كل الوثائق تبين أن البضاعة المصرح بها هي قارورات زجاج فارغة وخيوط متعددة الاستعمالات، في حين تم إخفاء مواد تجميل خلف هذه البضاعة المصرح بها. الغرض هو التهرب من التدابير والإجراءات الخاصة باستيراد مثل هذا النوع من البضائع، وكذلك الأمر يتعلق بصحة المستهلك مباشرة. ثانيا، التهرب من دفع الحقوق والرسوم الجمركية. بالنسبة للكمية تقدر بأكثر من 2200 كرتون من البضاعة محل الغش، أما بالنسبة للقيمة في السوق الداخلية فقدرت بأكثر من 20 مليار سنتيم. وفي الأخير تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المستورد طبقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال.